تعال يا حبيبي تعال 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 دوم ملعب يا قوتك الاخضر يا قوتك الاخضر يا عمري. السلام عليكم طبعا وبركاته، كيف حالك شباب؟ عساكم خير طيبين ان شاء الله. قبل هذا المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان تشوفوا مقطع جديد وحساباتي تحت من تضيفوني حياكم. اليوم المقطع جميل يا حبيبي، مقطع اسطوري، مقطع للتاريخ، مقطع شيء اسطوري من الاخر. منتخبنا حبيبي تأهل بدون نلعب، الحمد لله والله الحمد لله. راح اشوف معاكم ردات فعل المنتخب بعد التأهل، يعني لاعبين اداريين ناس كومنتات في تويتر وزي كذا. يلا خلينا نشوف. والمنتخبات اللي خلاص رسميا تأهلت: السعودية، قطر، الدنمارك، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا، فرنسا، إنجلترا، صربيا، كرواتيا، بلجيكا، هولندا، أرجنتين، البرازيل، واليابان، كوريا الجنوبية، وإيران. الله ياخذهم. السعودية هي اللي تأهلت اليوم بدون ما تلعب، الحمد لله. راح إيش أشوف كم مقطع صورة تفاعل كده حلوة بسيطة. البرتغال وش اسمه إيطاليا، هذه المنتخبين لازم تأهلوا، يعني مستحيل كأس العالم دونهم. إلا تيران يقدروا يطلعوا برا ويدخلوا ذول. بس يلا عاد حنشوف المقطع ذا. الله، احتفالهم باللي تأهلنا خلاص، إداريين مدري ايش، والله احتفال. أنا بشوف احتفال اللعيبة أهم شيء. هذه لحظات التاريخ حبيبي. شكلي أقول لكم مقطع التاريخ، أجيب مقطع التاريخ. تأهلنا قبل ما نلعب، الله. قوة المنتخب حبيبي. والله فرحة عظيمة. شيء أسطوري حبيبي. عاد الحين بشوف التغريدات اللي حلوة يعني واللي عجبتني. أول شيء إيش؟ جوميز: أتمنى أنا وإخواني الشعب السعودي فوز المنتخب اليوم. لازم نشوفكم كاس عالم ان شاء الله. الحمد لله خلاص تحلى يا حبيبي. وعبد الله المعيوف: عاد المعيوف الحب. وبارك لخادم محمد الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد ولسمو وزير الرياضه ولاخوان اللاعبين ولكافه الشعب السعودي على تاهل منتخبنا لكاس العالم مره ثالثه. الحمد لله. وكاريو الاسطوره اندري كاريو: يهنى الشعب السعودي بتاهل كاس العالم. خلينا نشوف الصوره. الله، فخامة، هلال منتخب، ايش تبي احسن من كذا فخامة؟ نادي الهلال عاد اهم شيء، الهلال يهنيك خلاص، ما عندي واحد يهنيك. الصقور يحلقون الى المونديال. السادسة تمت، خلاص خلصنا، الحين فك كاس العالم ان شاء الله. خلينا نشوف المقطع الحين. هذا الهدف شفته اتوقع ايوه كنت في الملعب حق شو اسمه؟ يا رب نسيت اسمه، راس البريكان ايوه هذا هو. الله مقطع اسطوري والله. وسلمان فرج يقول: الحمد لله على توفيقي، الحمد لله على هذا الإنجاز، أرفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، مبروك لوطني، مبروك إخواني اللاعبين، الحمد لله، مبروك لنا جميعا. الأمير عبد بن تركي الفيصل: نحمد الله على تأهل، نحمد الله على تأهل منتخبنا إلى نهاية كأس العالم 2022، وبهذه المناسبة
أرفع خالص التهني أنا مقام مولاي خالد الحرمين الشريفين وسموه سيدي ولي العهد حفظهم الله على هذا الإنجاز الكبير الذي يأتي لتتويج ما يحظي به القطاع الرياضي من دعم واهتمام. إنجاز أسطوري أقسم بالله، ما شيء يعيقه. هذا المقطع شفته بس يعني شفت الصورة، بشوف المقطع كامل معكم. مقطع من صورته عجبتني، باين فخم. دقيق وين المدافع؟ هيرف المنار. على قطر. هذا السنوات اللي تحلنا فيها. الحين 2022 حبيبي. في قطر إن شاء الله. الله الله يا منتخبنا. شوف المقطع. الله على هذا الجوهرة. هذا أي مباراة؟ والله ناس اتوقع مباراة استراليا، لا مو استراليا، الصين وعمان، كنا عمان والله ما ادري، بس باين عمان، الا عمان ما اخر شفت المقطع عمان. ايه يا حبيبي وعلى كاس عالم وديني وديني وديني. هذه الصورة حلوة، شوف الله تصميم احترافي. هذا الملك سلمان وابن حمد سلمان الله يحفظه المرء. خالص الثاني وتبريكات المقام خالد الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة التأهل. ويسر القحطاني يقول ألف مبروك لأبطال إنجاز صقورنا وخضورنا يا حبيبي. ويسر القحطاني يقول ألف مبروك لأبطال إنجاز صقورنا ونجومنا لاعبين منتخب تستاهلون هذا التأهل يا أبطال. مبروك للجهازين الفني والإداري كذلك ولكل من ساهم في هذا الإنجاز. مبروك لنا الشعب السعودي على الفخر والإنجاز والبلادي. واصلي واصلي حبيبي واصلي للاتحاد السعودي كرة القدم بدعم قائد ورؤية ملهم صقورنا من ديال عالم من ديال يا حبيبي. على قطر وديني على طول وديني بكرة ما نلعب هنلعب. تجيب مين؟ استراليا. استراليا مين؟ هذول استراليا خلاص خلصنا منها. ألمانيا شو اسمه برازيل شو بقول بنيمار. جيبوا نيمار جيبوا كريستيانو بيلعب الظاهرة جيبوا عالم كلهم جيبوهم. احنا متحمسين قد مرة متحمس ها كذا واحد متحمس خياراتنا تشكيلة. وشوف تشكيلة يا حبيبي راح تكون ايش؟ حارس محمد العويس والظهير الشهراني احمد شرحيلي. هم قالوا مادو انا توقعت مادو كمان خلاص. العمري والبريك مو سعود سلمان الفرج محور كأنه وسالم جناح عاد وهتان وسط يعني صار لعب قريبة وفهد المولى جناح صح شيء المهاجم. هتان غريبة بيلعب ذا المركز مركز ثمانية مفروض شو اسمه ذا اللاعب النجعي يعني هو الأقرب. وياسر المسح ليش يقول بعد توفيق الله حصلت أكثر من عامين من العمل الجاد بدعم سخي من مولاي خالد الحرمين الشريفين والاهتمام الكبير من الملهم سمو سيدي ولي العهد ومتابعة سمو وزير الرياضة توجنا بتأهل كأس العالم السادس. مبروك للقيادة والشعب السعودي. شكرا جال أخضر ورب شكرا يا شيخ. هذا المقطع من نادي الهلال خلينا نشوفه. أكيد فخم نادي الهلال أكيد فخم حبيبي. الله يا سامي جابر بس الثانية الله. هذا الهدف اللي ضد اليابان اللي كنت ضد اليابان اللي كنت في اسمه الملعب في الجوهرة. والله هذه المباراة مستحيل انساها. مباراة عمان هذا اخر شيء. حلو مقطع جميل. ما كان الطموح بعيد نوصل مهمتنا لأبعد. ألف مبروك رايتنا خضراء. وحمد بلوش يقول أرفع التهاني إلى مقام خالد الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو وزير الرياضة وشعبنا الكريم بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم المرة السادسة. فكل ما يتحقق الوطن وأبنائه
بعد توفيق الله نابع من رؤية وحكمة وقيادة عزيمة وإصرار شعب. خلينا نشوف عبد الله الحمدان ايش يقول. حسس نفسي ببرنامج عبد الله الحمدان يقول الحمد لله لم جاب هدف، هذا هدف حلو، قصد احتفاليه حلو، هدف ما شفت والله. عبد الله الحمدان يقول الحمد لله والشكر لله على تاهل منتخبنا الوطني كاس العالم المره السادسه، ونهنئ مولاي خالد محمد الشريفين وسمو ولي العهد الامين والقياده الرياضيه ممثله بسمو وزير الرياضه والشعب السعودي. هاد احس كلام قرب الحين، مبروك يضعوا الاسماء بين الكبار في المونديال. سعود كريري الف الف مليون مبروك، الله يبارك لهم جميعا يا حبيبي. الدعية على أسطورة الأساطير الأخطبوط، مبروك للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي العظيم، تأهل المنتخب السعودي لنهاية كأس العالم المرة السادسة. دعية هنا الحين السجل حق مشاركات الأخضر، يعني كأس العالم متى كانوا وفين. أول شيء الولايات المتحدة الأمريكية 1994، هذا عاد قبل إحنا ما نجي. وهنا فرنسا 1998، و2002 في اليابان كوريا الجنوبية، و2006 في شهاد المنتبه ألمانيا، و2018 عاد روسيا، والحين 2022 قطر إن شاء الله بإذن الله. صالح النعيمة أرفع اسمي آيات، إيش هذا أرفع أسماء آية ثانية وتبريكات. طيب كت 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 هذا صالح النعيمة يقول أرفع أسماء آيات تهاني وتبريكات لسيدي خالد محمد الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ولسمو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي وكافة الشعب السعودي الكريم مناسبة التأهل. عبد الله فيصل حماد أخضرنا نهاية كأس العالم 2020 في قطر بمستوى ثابت من بداية التصفيات حتى إعلان التأهل قبل جولتين من الختام. إيه حبيبي قبل مبارتين نتأهل، مبروك خليتنا الرشيدة ولسمو الوزير ولسقور الأبطال وكافة الجمهور السعودي. عز وهيبة يا أخبر رب، عز قوة وفخر يمين بالله. هذه الصورة حلوة والشهراني والبريك، أهلا منتخب السعودي كأس العالم. الفيفا يقول هذا المقطع حلو، خلينا نشوف. أبوي يدور سك البيت، أنا بشاط الكوب بشاط الوكرة وحارش الألمان، بشاط الوكرة ما أعرف عن ذلك وحارش الألمان المانا الله يعين، بس باذن الله احنا قد ايش بك المانيا حبيبي، يجي في الجيب في الجيب كروس وعيدر في الجيب كلهم، امو الاركام كل العيال لسه عملتها انا بدر الحمد. وخالد الشنيف يقول ايه صقورنا كاس العالم، جيل مميز يستحق المونديال، حطمنا كل شيء، اللهم لك الحمد، مبروك الوطن العظيم. والله من جد الحمد لله انجاز مشرف لاي واحد سعودي الحمد لله. وبس كده خلص المقطع، اتمنى لكم المقطع ان شاء الله عجبكم المقطع، اتمنى تسووا لايك واشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم مقطع جديد، وحسابات تحت منكم ضيفوني. وصراحة هذا المقطع اول مرة اسوي زي كده، ان شاء الله يكون يعني ما في غلط. وبس شوفوا المقطع الجاي ان شاء الله، يلا سلام. عاد اذا في غلط او اي شيء انا عارف في غلط، اتمنى انكم مشوها، هذا اول مرة اسوي زي كده مقطع اقرا فيه وزي كده اصور، وهذا الصورة حلوة صراحة عجبتني. حبيت الأمير محمد سلمان الله يحفظه والملك سلمان الله يحفظهم جميعا يا رب ويخليهم. وبس هذا حسابي، منكم ضيفوني تويتر سناب انستغرام كل حسابي تحت. وعاد تغريدة أهم شيء، الحمد لله تأهلنا بدون ما نلعب ما شاء الله، مبروك يا قوتك منتخبنا، يا قوتك يا قوتك يا خبر.